أربعة، الكنيسة نورت وضعت في امتحانين، والتكافل تكافل وضع الاجتماعي وضع في امتحانين. ربما الذي يأتي، وأقول أنا بقول ربما الكنيسة نورت وربما حتى يدخل الطالب وهو متذكر لأحداث الكنيسة نورت والتعليق عليها أتينا به. وفي لقاء الغالب بمشيئة الله مع الدكتور رضا وحضرتك، يعني هيبقى فيه تركيز أوفى على التكافل الاجتماعي في الإسلام. إن شاء الله. طيب اتفضل يا دكتور. كانت عائلة العم منصور المسيحي تجاورنا، سواء في البيت أو في قعدة الشاطئ، وكانوا يساهمون في القروش القليلة التي يجمعها الأولاد من أجل تزيين الحارة، ولا يفطرون إلا مع الآذان، وكنا نتبادل ألواح الصاج التي نرص عليها الكعك والبسكويت والغريبة، ونتبادل حملها إلى الفرن القريب، ونظل حتى الصباح حيث يعود كل منا بألواحه، ونتبادل الزيارة يوم العيد. السؤال الأول دايما بيجي في المترادفات، نعم. والسؤال الثاني بيجي شرح أو يعني من خلال الشرح، السؤال الثالث بيكون في الصور الجمالية، والسؤال الرابع غالبا بيكون في التعليق. نعم. ولكن في النصوص النثرية هيجيب لك، يعني هو طبعا السؤال النثري كل النصوص إجباري، لكن أجب عن دال أو هي، دال أو هي. السؤال ده اتكرر كتير اللي هقوله، وركز معايا. أنا لو جاوبت دال وه مش هينظر غير للأولاني؟ لأ، لو جاوبت دال وه الاتنين هيتصححوا وهتاخد الدرجة الأكبر. إمتى؟ مش هينظر للسؤال الثاني. دكتور محسن يا ريت توضح ده للطلاب، لأنه يعني كتير من الطلاب يقول لي أنا لو جاوبت الاتنين أنا بيقال إنه لن ينظر إلى السؤال الثاني. إمتى يبقى مش هينظر للسؤال الثاني؟ والأسئلة ديت إزاي؟ وضح. والله أنا هقول على حاجة يا أستاذ صلاح، الفراغ المتروك أنا رأيي يتسع للإجابتين. طب هو جاوب على ألف من هذا السؤال في الفراغ، كل الفراغ، وعايز يجاوب على السؤال رقم ب، هيعمل سهم كده يقول إجابة السؤال رقم ب في اللي هو المسلم. حتى لو اختياري. تمام. هو السؤال من درجتين، خد الدرجتين في ألف، مش هيتبنزل ابنه. خلاص هقول مقرر بالنسبة للسؤال رقم ب، وهصححه برضه، هكتب درجتين من درجتين وهكتب مقرر لأنه خد الدرجة النهائية. افرض في السؤال الأولاني خد واحد ونص وفي التاني خد اتنين، هتحسب الدرجة الأعلى طيب لمصلحة الطالب. امتى بقى يا دكتور بيقال لن ينظر الى اذا اجاب الطالب على السؤال مرة اخرى؟ امتى؟ والله لو جاوب الطالب على السؤال مرة أخرى أنا مش هنظر له، لو هو كانت الإجابة الأولى صحيحة والإجابة الثانية خطأ. لو الإجابة الأولانية صحيحة والثانية خطأ أنا لا أنظر إلى الإجابة. طب هو شطب على الإجابة الخاطئة وقال الإجابة في المسودة ولقيتها صح، بدله الدرجة. جميل. يعني افهم بقى، انت لو عندك سؤال اختياري اجب عن الف او ب او دال او ه، انت جاوبت الاثنين هيتاخد الدرجه الاكبر، يتصحح اثنين وتاخد الدرجه الاكبر. لكن مثلا السؤال الف ده اجباري، فرحت انا عامل ايه؟ كاتب الاجابه هنا تمام، ورحت ورا رحت كتبت اجابه تانيه. يعني انا بحاول ان انا افكر بقى، يعني كنوع من النصح شويه، فاعمل ايه بقى؟ رحت كاتب اجابه تانيه يا دكتور. نعم. لا خلاص مش هينزل الا للاجابه الاولى. زي مثلا واحد بيكتب ده فاعل ويجي بعدها ورا ويكتب مفعول به، لا مش هينزل غير الفاعل بقى. خلاص هي الحاجه اللي هي اجباري انك تحلها، خلاص الاجابه واحده وما ينفعش تحلها مره تانيه. انما لو السؤال اكتر من سؤال وعايز تجاوب الاثنين يتجاوب الاثنين عادي تماما. واوعى في اختيار من متعدد تعلم على حاجتين، مش هيتاخد، مش هينظر طبعا، ليا علامه واضحه كده. طب انا غلطت وعايز ان انا اغير دي واكتب دي في الاختيار المتعدد، اعمل على دي غلط واعمل على دي صح، مش كده يا دكتور؟ تمام. طيب اول حاجه المترادفات يا دكتور، بيقول لي نعم. معنى كلمه يساهمون؟ طبعا يساهمون يساهمون يعني يشاركون.
يشاركون. مضاد تزيين. تزيين يعني تجميل، يبقى ضدها تقبيح. تقبيح. طيب جمع سواء. طبعا سواء تجمع على أسواء. أسواء وسواسية. وسواسية. الطالب اكتفى بواحد. ماشي صح. خلاص. طبعا. بس لو جات في اختيارات ممكن يكون في يقول أسواء. لك الدنيا والتالت. أو ممكن أقصد إيه، أسواء يجيبها لوحدها أو يجيب سواسية لوحدها. نعم. يعني كده. طيب. ما الذي التقطته عدسة الكاتب في الفكرة؟ أنت معايا يا أستاذ صلاح إن أنا لو رجعت للفقرة وشرحتها أخد الدرجة؟ تمام. طب نرجع لها كده. تمام. اتفضل يا أستاذ صلاح. طبعا هو هنا هنقول إن الكاتب يتحدث عن عائلة العم منصور المسيحي التي كانت تتواجد معه في السكن أو في جلسة الشاطئ التي كانوا يجلسون فيها، وكانت تلك العائلة يساهمون في كل شيء مما يدل على المشاركة الوجدانية بين المسيحيين والمسلمين، حتى في القروش القليلة التي كانوا يدفعونها من أجل تزيين الحارة، بل أنهم كانوا أيضا يفطرون مع الآذان، وكان في وقت العيد يحدث تبادل الألواح الصاج التي فيها الكعك والبسكويت والورقين. ولكن أنا عايز تذكير يا أستاذ صلاح بأهمية كلمة العم وكلمة المسيح. حاضر حاضر، بس أنا عايز أقول حاجة، لأن في سؤال في كتاب المدرسة بيقول إيه، ركزت عدسة الكاتب، موجودة عدسة الكاتب على مصرية ابن البلد. نعم. وضح ذلك من خلال الكم الحركي الموجود في القصة. نعم، يبقى هيشرح، هو بيشرح الطالب الايه، بس هو دي سؤال عام. نعم، سؤال عام، هيشرح القصة كلها يا دكتور؟ هو لا، يعني هيشرح، هو مصرية ابن البلد. مصري لأنه يشير أو يتحدث عن عادات وتقاليد مصرية في شهر رمضان في حي من أحياء مصر، وهو حي إمبابة في منطقة الجيزة. طيب ابن البلد في ايه؟ فانه يشير الى عادات وتقاليد معينه بعينها، حيث المجاوره بين الاسره المسلمه والاسره المسيحيه، مساهمه الجميع سواء المسيحيين او المسلمين في تزيين الحاره، ايضا المشاركه الوجدانيه في عدم الافطار الا مع الاذان، حمل الوان الصاج التي يرص عليها الكعك والبسكويت والغريبه، وتبادل الزياره يوم العيد. جميل. وممكن لو قال لي كم حركي، انت تتحدث عن الحركه الموجوده في النص، كم حركي، كان هناك عدسه او كاميرا تتناول يعني الخروج نفسه، الخروج بتاع الاسر. نعم. الاسر المسلمه والمسيحيه، الجلوس على شاطئ النهر، لعب الأطفال، السمر، العودة إلى المنازل قبيل الفجر. طيب دكتور محسن قال لي دلوقتي العم منصور، لأنه ممكن يجي يقول لي أيهما أجمل، العم منصور ولا الجار منصور؟ طبعا العم منصور لأنها توحي بالعلاقة الطيبة والمشاركة الوجدانية بين المسلمين والمسيحيين، بل هناك احترام، عارفين حتى لما بنقول إيه، واحد مننا عم، واحد مننا العم، يعني من الأسرة، من داخل الترابط والتعاون الذي بيننا. يبقى العم افضل لانها تدل على الترابط والتماسك والتعاون اكثر من الجار. وطبعا هو ذكر كلمه المسيحي المسيحي ليؤكد على عمق المشاركه الوجدانيه بين عنصري الامه في حي امبابه في اثناء قدوم شهر رمضان. طب بيقول لي ما اللون البياني في تزيين الحارة وما قيمته الفنية؟ بكده أنا هحدد اللون البياني في تشبيه ولا استعارة ولا كناية ولا مجاز. تمام. أنا بقول تزيين الحارة ليس تشبيها. نعم. مش شبه الحارة بإنسان يزين، ما هو ما جابش الإنسان. وطالما أنا حذفت المشبه به فأنا أمام استعارة مكنية، وسر الجمال التشخيص، والتزيين يوحي، بقول لك القيمة الفنية، بالسعادة والفرحة في استقبال شهر الأسرة المسلمة والمسيحية لشهر رمضان. طب السؤال التالي بيقول لي من أين استمد الكاتب بؤرة رؤيته؟ يمكن جالنا السؤال ده اتصال تليفوني. نعم. السؤال دي فيه. طيب استمد الكاتب بؤرة رؤيته، بؤرة الرؤية يعني الفكرة العامة للنص، جابها منين؟ منطقة من التركيز الأساسية، واخدها منين؟ من خلال العلاقة الطيبة بين المسلم والمسيحي على أرض مصر منذ قديم الزمان، منذ فتح عمرو بن العاص. يعني حضرتك كده تقصد فكرة الوحدة الوطنية. نعم، الوحدة الوطنية. نعم. بين المسلمين والمسيحيين. نعم. طيب لماذا تميزت قصة الكنيسة نورت بمحدودية الشخصيات والأحداث؟ خليني بس قبل ما حضرتك تجاوبني على السؤال ده، السؤال ده ممكن يجي بطريقة تانية، يجي يقول لك بماذا تميزت الشخصيات والأحداث
في قصة الكنيسة نورت تميزت بمحدودية الشخصيات والإيجاز في الأحداث، وهذا ما يناسب كل القصة القصيرة، التكثيف والتركيز، الأحداث مكثفة مركزة والشخصيات قليلة. طب ليه يا دكتور؟ لأن الشخصية المحورية الأساسية أستاذ صلاح الراوي. هي الكاتب إبراهيم أصلان اللي هو الراوي. ثم نعم ثم اللي هو الراوي، ثم تظهر شخصية صديقه إدوار الخراط في نهاية القصة. كيف دل عنوان القصة على رسالة القاصد؟ طيب. يبقى أنا عايز يعني أشوف حاجتين يا أستاذ صلاح. نعم بس أنا السؤال ده برضو أقول بيجي بطريقة تانية، هل كان عنوان القصة ملائما لأحداث القصة؟ هو كيف دل عنوان القصة على رسالة القاص؟ عنوان القصة هي الكنيسة نورت من خلال كلمتين فيهما التكثيف، خلال كلمتين استطاع الكاتب أن يظهر الهدف من هذه القصة، فقد جعل الكنيسة نورت عنوان النص يطلق في خلال النص على ألسنة المسلمين بدلا من المسيحيين، يدلل على العلاقة القوية والتلاحم بين المسلمين والمسيحيين على مدار الزمن. حضرتك عايز تقول نعم يعني عمق العلاقة بين المسلمين والمسيحيين نراها في الإطناب بالتكرار لكلمة الكنيسة نورت، الكنيسة نورت. طيب بيقول لي يا دكتور كيف عبرت الأحداث عن زمن القصة؟ هو الأحداث عبرت عن زمن القصة وحددته بأشهر الصيف. هو السؤال ده السنة اللي فاتت يا دكتور. نعم. وكان ذلك من خلال الأحداث. ما هذه الأحداث؟ الحدث الأول ظهور البلح أو طلوع البلح الأحمر على حد تعبير الكاتب. الحدث الثاني هو تدفق مياه نهر النيل. الحدث الثالث وهو أن مياه النهر كانت محملة بالطمي الفوار. طيب يبقى كانت موجودة في القطعة كمان. نعم بس نعم. ما كانش عايز اختصار، لأن أنا عايز أقول مثل الطالب. السؤال ده لما جه السنة اللي فاتت هو مش هيجي السنة دي طبعا، ده نفس النص مش هيجي. لكن السؤال الأخير لكن هو كان عليه درجتين. فإيه زمن القصة؟ كان السيف موجود في القصة. اللي قال بقى زمن القصة دي عليها نص درجة، واللي قال الثلاث أسباب اللي الدكتور ذكرهم دلوقتي كل واحدة عليها نص، وكانت كل واحدة موجودة في القطعة. نعم. فأنت ما تختصرش أهو، كل واحدة لو أنت كتبت اثنين بس كنت هتاخد واحد ونص، إنما أنت لو خدت بقى الحاجة اللي موجودة في القطعة دي وكتبتها يبقى هتاخد الدرجتين. ويعني كان في حديث بيني وبين دكتور محسن قبل ما نطلع على الهواء، وبعدين قال لي حاجة يعني فيها بشرة برضه. قال لي بنسبة كبيرة في درس القراءة يعني تسمعوا البشرة منه. اتفضل يا دكتور. بالنسبة لدرس القراءة أتوقع هذا العام تمام أن يأتي سؤال بعد المعاني، هذا السؤال إجابته بالنص في القطعة الامتحانية الأولى والقطعة الامتحانية الثانية. يعني لو لقى الطالب القطعة الامتحانية يعني الأولى فيها عن العلم في الإسلام والقطعة الثانية عن القدس بالنص الإجابة داخل القطعة تيسيرا وتسهيلا، هذا كتوقع مني. طيب يعني انت يعني برضو عشان انت تبقى متأكد بص على السؤال وشوف ان كان السؤال ده الإجابة عنه في القطعة ولا لا، يعني تمام. ممكن تلاقيها في القطعة. طيب دكتور محسن لو جالي في الكنيسة نورت سؤال ما الهدف، ما المغزى من نص الكنيسة نورت؟ فعلا يعني السؤال هذا أتوقعه بدرجة كبيرة، ما الغاية من الكنيسة نورت؟ كانت الغاية هي حمل يعني فكرة من الكاتب إلى المتلقي أو مغزى أو انطباع. هو أراد أن يوصل لنا الكاتب إبراهيم أصلان فكرة التلاحم والامتزاج والمشاركة بين المسلمين والمسيحيين. المغزى اللي هو الانطباع اللي خده ان في مشاركه وجدانيه بين المسلمين والمسيحيين، يبقى الفكره التلاحم بين عنصري الام. والمغزى او الانطباع اللي هو المشاركه الوجدانيه خلال شهر رمضان ومع استقبال العيد بين المسلمين والمسيحيين. ناتي لنص اخر وياتي هو في النصوص الشعريه وهو نص غربه وحنين. اذكر الطلاب الاعزاء ان النصوص الشعريه لدينا هذا العام 4 فقط، يعني العمليه قلت جدا، وعشان كده بقول باذن الله الامتحان غير انه سهل كمان قليل الجزء اللي انت بتذاكره. النصوص قبل كده كانت 12 نص وبعد كده بقت 10 وبعد كده بقت 8 وهذا العام طبعا 6، يعني نظرا للظروف التي
بها باعد التي نحن بها، باعد الله بينكم وبين أي شر بإذن الله.